نحن ها هنا اليوم والآن، وقد نكون غدا وبعد غد إلى أن نموت واقفين كالأشجار، طالما أن الملف ديال المتقاعدين والمتقاعدات يعرف إقصاء وحيفا وتهميشا وتنكرا لفئة عريضة. كتشوفوا الملامح، كتشوفوا الشيب، كتشوفوا الناس بالعكاكز، وكاين اللي كيخصو يكون حدا الطواليط إلى آخره. هاد الناس بغاو هاد المهانة الصمر، ونحن نقول لهم بالصوت العالي أننا ها هنا متشبثين بمطالبنا وعلى رأسها الزيادة الفورية في المعاشات وإدراجها ضمن الميزانية المالية ديال هذه المؤسسات البرلمان وديال مجلس المستشارين قبل فوات الأوان، تحسين الخدمات، تحسين الولوجيات، التغطية الصحية، عدم إدماج الصناديق إلا ما يتم التوافق حوله بيننا كمنخرطين. حنا اللي كنعطيو فلوسنا وعرق جيبنا من نهار بدينا كنخدموا لديك الصناديق التي أنهبت، ونطالب بتفعيل المسطرة ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الأموال المنهوبة إلى الصناديق لكي يعيش بها هؤلاء المتضررون. العدد ديالنا هنا 800,000، عدد وافر، والناس ما قدروش يجيو لأنهم ما قادرينش يوقفوا على رجليهم. لو أن الناس عندهم الصحة ديالهم راه غيكونوا هنايا بالشكل الذي لا تستوعبهم الساحة. مع العلم أن الناس كاينين هنايا، كاينين هنا الناس من العيون، وكاينين هنا من الدخلة، وكاينين من دمنات، وكاينين من الناظور، كاين من وجدة، من جميع ربوع الوطن جاءوا ليعبروا عن زملائهم الذين لم يستطيعوا المجيء هنا. نحن اليوم نقف أمام قبة البرلمان للمرة الثانية وللوقفة الثانية بعد الوقفة الأولى التي لم تجد آذانا صاغية ولا استجابة من طرف الحكومة. ونحن اليوم إذ نعبر عن شديد غضبنا وشديد أسفنا بكل إحساس المرارة للضغوطات، من الضغوطات التي يعيشها المتقاعد في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، المعاشات التي بقيت جامدة ولم تقع فيها أي زيادة منذ أزيد من 25 سنة.